داعش من ياخذ له واحد وين يوديه؟ شو يسوي يعني؟ ياخذ ويطلع النسوان يطلعون السبايا لو الباقي يقتلونهم. هاي الناس مفقوده قتلت راحت. زين. اما مفقودينك اللي تقول انا عندي مفقودين. بليبيا شاركوا. وبالسودان شاركوا. شنو شاركوا؟ شارك قتال. يعني المفقودين عد حجينا لا بس اي اسمعني انا يعني لا وين مدنيين داعش غير مدنيين داعش ناس مدنيين معروفين المدنيين انت يعني شنو ما اعرف اجوا اخذوا الناس القاعده بالعوائل شنو طبعاً شنو بالسودان بس اسمح لي المفقودين الان الان اللي يدعون بهم مفقودين ومغيبين ناس بتركيا منتمين لمن عراقي هو قاتل ضد داعش ومع داعش العفو وانتهت الامور اللي شرى الشرد راح بتركيا واللي راح بكردستان واللي راح يقاتل بليبيا واللي راح يقاتل بسوريا واللي راح هاجر هذول كلهم مش اعتبروا مغيبين ما يقول لك هو هرب ما يقول لك هو الان خارج العراق يقول لك مغيب تدري انت سيد الكريم بانه الكثير من داعش اللي قتلوا او انقتلوا الان يعتبرون شهداء يستلم راتب شهيد صحيح اللي فجر روحه على الجند العراقي وعلى الاسواق اعتبروه شهيد ما هي الموازين قلبوها الاخوان المجرم الداعشي حطوا له فايل وقالوا لا والله هذا شهيد ومستلمت عوائل هسه احنا ما عندنا عوائلهم مساكين لكن هذا اعتبره شهيد اعتبر عائلته لها فدمون حياه وتقاعد ماكو اشكال لكن هذا قتل ابنائي وسبى نسائي واعتبره شهيد زين نفس الذين يطالبون بهم مغيبين والمفقودين هم مو بالعراق سيد الكريم.